بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض، ولأجلها كان الحساب والعرض، هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيه، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه، صلى الله اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء نتابع فيه المدايح النبوية، تلك القصائد التي قيلت في خير البرية صلى الله عليه وسلم. واليوم سنقف مع قصيدة للدكتور عبد الرحمن العشماوي، الشاعر الإسلامي السعودي المعاصر، في قصيدة جعل عنوانها في حداء الهجرة، وهي قصيدة تعنى بالنبي صلى الله عليه وسلم جملة، وبحادثة الهجرة على وجه الخصوص من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وكما جرت العادة، فسنقرأ شيئا من الأبيات ثم نعلق عليها تعليقا يغلب على الظن أننا نحاول أن نجلو فيه شيئا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الدكتور عبد الرحمن العشماوي في ذكرى هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم: تسري فيرتاح الظلام من السرى، ويفر من أجفان أنجمه الكرى، ويفيض وجه هلاله بسعادة، فيصير حين يراك بدرا نيرا، ويراك مصدر ما صفى من نوره، أعظم بنور كنت فيه المصدر. تسري فيلتهم الطريق خطاك في شوق، ويضحك تحت نعليك الثرى، يلقي إليك الرمل ألف تحية، ولو استطاع لصار حقلا أخضرا، والغار يصبح واحة من فرحة لما يرى في ليل وجهك مسفرا. ما ضمك الغار المحب، وإنما ضم الندى والغيث حتى أزهر، ضم النبوة منبعا يجري على أرض الكرامة والأمانة كوثرا. تسري فيورق كل غصن ذابل، ويصير من بعد الجفاف الأنضر، ويدر ضرع الشاة وهي هزيلة لبنا ألذ لشاربيه وأوفر. أسرجت خيل الحق في غسق الدجى، وخرجت والتاريخ يبصر ما يرى، ومررت من بين الرجال كأنهم خشب، وسلمت الأمانة حيدرا. احث التراب على الرؤوس ولا تخف، فعيون من رصدوا طريقك لا ترى. تسري فيهتف من قباء هاتف شغفا، ويلقاك العقيق مكبرا. هذه ثنيات الوداع تألقت، لما رأت ليل المدينة مقمرا. ماذا أقول إذا كتبت مدائحي، إني أراك من المدائح أكبر. سأقول ما يرضي عقيدتك التي أجريت منها في المشاعر أنهرا، فلأنت عبد الله، أنت رسوله، يرضيك أن تدعى بذاك وتذكر، صلوات الله وسلامه عليه. وحقا كما قال الدكتور العشماوي، نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرضيه شيء أعظم من أن يقال إنه عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. أما التعليق على الأبيات أيها المباركون، فإن الشاعر ذكر أن القصيدة تعنى بقضية الهجرة، وأحرر القول هنا حول الهجرة فيما يلي. يجب أن نعلم أن الهجرة بدأت مع البعثة، فالبعثة والهجرة في أيام واحدة ولدتا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم من سيرته أنه لما نزل خائفا وجلا من الجبل يقول: دثروني دثروني، ودثرته خديجة، وناداه ربه: يا أيها المدثر، وزملته خديجة، وأنزل الله: يا أيها المزمل. أخذته خديجة إلى ابن عم لها يقال له ورقة بن نوفل. ورقة هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قومه سيخرجوه، فقال صلى الله عليه وسلم في أيام البعثة الأولى مستفهما: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. فهذا يدل على أن الهجرة والبعثة ولدتا في أيام واحدة، فهذا إرهاص عن طريق ورقة بن نوفل يسوقه الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم ويوطئه لأن يقبل الهجرة. كانت قبل الهجرة إلى المدينة الهجرة كما هو معلوم إلى الحبشة لبعض الصحابة، ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي ديار قبل المدينة. لكن ما الفرق ما بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة؟ قبل أن نبين الفرق نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى المدينة إلا والإسلام قد دخل أكثر بيوتها، فالهجرة إلى الحبشة هجرة إلى دار أمن. أعيد،
الهجرة إلى الحبشة هجرة إلى دار أمن، أما الهجرة إلى المدينة فهي هجرة إلى دار أمن وإيمان، هجرة إلى دار إيمان وأمن، بخلاف الهجرة إلى الحبشة كانت الهجرة إلى دار أمن. الآن بعض دول الإسلام، بعض المسلمين في بعض البلدان يضطرون للهجرة لأي سبب سياسي اقتصادي شخصي قد يوجد، وهذا ظاهر عيانا واقع مشهود نعيشه، يعيش كثير من المسلمين في بعض البلدان الحمد لله هنا على نعمة الأمن والإيمان. المقصود فهجرتهم إلى السكنة في الغرب، مثلا منهم من يذهب إلى استراليا كمثال، فالهجرة إلى استراليا ليست هجرة إلى دار إيمان لكن هجرة إلى دار أمن. فكذلك المهاجرون الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة هاجروا باعتبار أنها إلى دار أمن. إذن هذا يسوغ شرعا للمؤمن إذا خاف على دينه أن يهاجر إلى دار أمن، أما الهجرة إلى المدينة فكانت هجرة إلى دار إيمان. قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم، فالدار المدينة والإيمان ذلك الذي كان يملأ قلوب أكثر أهل المدينة من الأنصار من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا تفريق ما بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وبينا أن الهجرة ولدت مع أيام البعثة يوم قال ورقة بن نوفل أو مخرجيهم. من الله جل وعلا على الصديق بأن يكون صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم في هجرته. قبلها هاجر بعض الصحابة، وقد ذكر المؤرخون أن عمر رضي الله تعالى عنه هاجر جهارا، وفعل ذلك بعض الصحابة غير عمر. لماذا هاجر عمر جهارا وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم خفية؟ جملة الأسباب عديدة، لكن من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم موضع قدوة، وهو يقول الضعيف أمير الركب، فالأحكام الشرعية تأتي على الأضعف، على حال الإنسان الأضعف، لا تأتي على حال الإنسان الأقوى. فنبينا صلى الله عليه وسلم قدوة خلاف عمر، عمر قدوة في أفعاله التي وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما اجتهد فيه فيبقى مثله مثل سائر الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالأمة لا تكلف ما لا تطيق، لأن الله جل وعلا رفع عن العصر ووضعه عنا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم أسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى هجرته بخلاف بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما ذكره المؤرخون عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مكث مع أبي بكر في الغار، وهذا أمر مستفيض، لكنني سأقف عند نقطة يغفل عنها البعض، وإن كان قولنا فيها قد يخالف قول جماهير أهل العلم من المفسرين. الله جل وعلا يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الجمهور أهل العلم من المفسرين على أن قول الله جل وعلا وأنزل سكينته عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها أي بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من نصرة في الغار. وأقول والعلم عند الله إن هذا خلاف الصواب أو خلاف ظاهر الآية فيما يبدو لنا. تفصيل الآية معنى كالآتي: الآية نزلت في سورة التوبة وتتحدث عما كان من حال بعض المنافقين من عدم نصرتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أراد أن يبين لمن يقرأ كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن نصرة العباد له لأن الله ينصره. ثم ذكر الله جل وعلا فيما نحسب موضعين نصر فيهما نبيه، فقال إلا تنصروه أي إن لم تنصروه فقد نصره الله، في كم موضع؟ في موضعين: الأول ثاني اثنين إذ هما إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فالموقف الأول عندما أخرجه الذين كفروا أي ألجأوه إلى الخروج من مكة إلى المدينة، ثاني اثنين أي النبي صلى الله عليه وسلم والصديق إذ هما النبي والصديق في الغار المعروف، هذا كله لا خلاف فيه. إذ يقول لصاحبه، من الذي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، من؟ أبو بكر. وهذا إلى الآن الأمر متفقين عليه، متفقون عليه: لا تحزن
إن الله معنا. هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له النبي لما قال له أبو بكر إن أحدهم لو نظر أسفل قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا الحدث حرره الله قولا، فقال الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه منزلة شريفة لأبي بكر في أن الله قال على لسان نبيه في القرآن إن الله معنا، أي معي ومعك، في حين أن الله قال على لسان كريمه موسى لما أتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي، ولم يشرك قومه في تلك المعية، في حين أن الله جل وعلا أشرك الصديق في هذه المعية مع نبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نعلم أن نصرة الله لنبيه تختلف عن نصرته لأبي بكر، لكن في جملة الخطاب جاء الخطاب واحدا، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على من؟ هذا ما سأحرره تفصيلا بإذن الله تعالى بعد قليل، والله يكتب لي ولكم التوفيق. نبي الهدى نعيش مع أصوات عشقها الملايين، قراء ترنمنا بأصواتهم دون أن نراهم، ونعرض لكم شيئا من حياتهم. القراء يأتيكم في الأوقات التالية: انتهى بنا الحديث إلى أننا سنحرر القول في قول الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قلنا إن جمهور أهل التفسير على أن معنى الآية فأنزل الله سكينته أي على نبيه وأيده بجنود لم تروها، جعلوا الواو عاطفة والحادث في موقع واحد، ويقولون وأيده بجنود لم تروها أي في يوم الغار. وقد قلت إن هذا فيما أذهب إليه خلاف الصواب. تحرير المعنى يكون كالتالي: الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه أي على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار مطمئن تغشاه السكينة. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فحدبه وشفقته وخوفه على رسوله صلى الله عليه وسلم جعله يبدأ خائفا، لأنه يعلم أن في هلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهاب للدين وهلاك للأمة، فدخل خائفا وجلا وأخذ يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر أسفل قدميه لرآنا. فلما قال الله جل وعلا أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصديق قال لهذا الصاحب لا تحزن إن الله معنا، بهذا اللفظ النبوي نزلت السكينة على من؟ على أبي بكر، فأنزل سكينته عليه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم من بادئ الأمر السكينة عليه. وأما الصديق فبعد هذا الطمأنينة التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم غشيته السكينة. أما قول الله وأيده بجنود لم تروها، عقلا يا أخي ونقلا لا يمكن أن يستقيم الخطاب إذا كان الحديث عن الهجرة، لا يمكن أن يستقيم. لكن وأيده بجنود لم تروها، الواو هذه واو استئناف، والله يتكلم الآن عن موقف ثان غير موقف الهجرة، يتكلم على أنه نصر نبيه يوم بدر. فيوم بدر حاربت الملائكة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كانوا حاضرين بدرا، يعني النفر الذين شهدوا بدرا كانوا حاضرين، ومع ذلك لم يروا الملائكة، لم يروا أولئك الجند الذين أيد الله بهم نبيه. فهذا معنى قول الله وأيده بجنود أي يوم بدر لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، هذا كله في بدر. إذن القرآن يتحدث